طبعا اذا كان رونالدو اسطوره عالميه فاحنا كمان عندنا اساطير اهلاويه وعربيه كبيره جدا النهارده. بمناسبه الحكي عن الاساطير المهمه فاحنا معانا النهارده اسطوره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي تحديدا، واحد من علامات النادي. كل شبر في النادي الاهلي يمكن بيفكر عشاق الكيان واعضاء النادي بالراجل العظيم اللي احنا هنتكلم عنه ده دلوقتي، الفريق عبد المحسن مرتجي. الفريق عبد المحسن مرتجي اللي كان رئيس النادي الاهلي في فترتين يمكن مهمين جدا من مسيرته، كان الرئيس التاسع للنادي الاهلي، النهارده بتمر الذكرى السابعه على رحيله، رحيل الفريق مرتجي الرياضي الناجح والمقاتل العظيم في القوات المسلحه المصريه. النهارده طبعا فريق مرتجي والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، وطبعا الفريق مرتجي واحد يمكن زي ما بيتقال عليه كده راجل كل العصور، زي ما كان بيتقال راجل كل العصور، دي حقيقة. وكان يمكن ليه هو جملة شهيرة جدا بتوضح قد إيه عظمة الراحل الخالد ده في قلوب الأهلوية، كان بيقول فيها عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. نشوف التقرير عن الفريق مرتجي بعد الفاصل البيت الكبير. الفريق مرتجي رجل الحرب وكرة القدم. يعد الفريق عبد المحسن كامل مرتجي واحدا من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر في القرن العشرين، وفضلا عن دوره في خدمة الجيش المصري في أوقات هي الأصعب في تاريخنا المعاصر، إلا أنه أيضا توج مسيرة حياته بخدمة النادي الأهلي الأعرق عربيا وأفريقيا. بدأت ولايته الأولى عام 1965 وحتى حرب عام 1967، ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخرى عام 1971 ليقود مرحلة من أهم وأصعب المراحل في تاريخ النادي الأهلي، والتي واجهت فيها الرياضة المصرية بصفة عامة عقبات كثيرة إبان فترة الحرب. وقاد الفريق مرتجي عودة النادي الأهلي لطريق البطولات بعد غياب درع الدوري العام لمدة 13 عاما عن القلعة الحمراء، وشهد عهده انطلاق جيل السبعينات الذهبي الذي مثل أحد أفضل مراحل كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي. وشهد عهد الفريق مرتجي مشاركة الأهلي لأول مرة في بطولة أفريقيا عام 1976، كما تضمنت إنجازاته القيام بأول خطوة جادة نحو بناء مقر جديد للنادي الأهلي في مدينة نصر.